السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده جاي اتكلم معاكم شويه عن مشكله البطن اللي الناس كتيره بتقابلها. طيب يا كوتش، انا عندي مشكله في بطني وعايز او عايزه انزل نسبه الدهون ويبقى عضلات البطن، او ما يبانش عضلات البطن بس في اللبس شكلي يبقى كويس. ايه الحل؟ الحل اول حاجه نظام الدايت. نظام الدايت بتاعنا بنقلل فيه نسبة الدهون، اوكي، والكربوهيدرات. الكربوهيدرات بنستخدمها في الطاقة، ما نقدرش نمنعها لكن نقدر نقللها. يعني احنا لو عملنا نظام دايت يا كوتش وقلنا هتنزل، ايوه هنزل. متأكد؟ ايوه متأكد. طب ايه تاني؟ تاني حاجة السكر. السكر ده ليه اضرار رهيبة. السكر ده يعني كوارث من كوارث الدنيا. لو قدرنا نمنعه هننزل من دهون البطن جامد جدا، كل الدهون اللي في الجسم. لو كنا بناخد 3 معالق نقدر نخليهم معلقتين، لو كنا بناخد 4 نقدر نخليهم 2، تدريجيا لحد ما نقدر نخلي الحاجه معلقه او نمنعها خالص. لو منعتوه هتحسوا بفرق رهيب في نزول الوزن ونزول الدهون اللي في الجسم، وشكل الجسم اتغير، لان السكر بيعلي نسبه الانسولين، هرمون الانسولين في الجسم، فبالتالي لما بيعلي الانسولين في الجسم بيرفع نسبه الفاتس والدهون. تمام. وتالت حاجه الملح. في ناس بتحب الموالح جدا، الموالح بتعبي ميه تحت الجلد، فلما بتعبي ميه بتبان ان احنا عندنا دهون. يعني دايت سكر ملح كده بطنك هتنزل؟ ايوه كده بطنك هتنزل او هتنزل. ليه؟ عشان الحاجات دي بتعلي معانا هرمون الانسولين. دايت، تمارين، رياضه، كله سهل، كله بس محتاج شويه حماس. صدقوني انتوا تقدروا تغيروا اي حاجه وتقدروا تعملوا كل حاجه. انا معاكم واشجعكم وكلنا نقدر نستفيد ونفيد بعض باذن الله. ما تكسلوش وتغيروا للاحسن، عشان السمنه دي مرض خطير وتاثر معانا في كل حاجه، واحنا ان شاء الله نقدر نعمل كل حاجه واي حاجه طالما مع بعض. كده خلصت حلقه النهارده، استنوني ان شاء الله في حلقات تانيه كتير. واي حد محتاج اي حاجه عن الدايت او التمارين يقدر يبعت لي على الفيسبوك الناس اللي فات او على الواتساب، وانا ان شاء الله اقدر ارد على ناس كتير باذن الله، عشان نتغير بجد ونتغير للاحسن. كده خلصنا حلقه النهارده، ان شاء الله بكره يبقى في حلقات تانيه قويه جدا. كل اللي محتاج منكم شويه حماس ورياضه تخلونا نقدر نعمل حاجات كتير. انتوا ايه؟ انتوا قد التحدي. السلام عليكم.